بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للمسح على الخفين، إذا كان الشخص مصاب في نص القدم بألم أو برضة، فكان لاف هذا المفصل أو هذا القدم لافها نصف القدم تقريبا، والنصف الآخر نصف القدم مكشوف، النصف الآخر لافه بشاش أو بضماد، فكيف يكون المسح عليها؟ بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك ما هو خفين، ما هو مسح خفين. إذا كان إنسان قد لف على نصف القدم لفافة لألم فيه، هذا يسميه العلماء الجبيرة. اغسل ما بدأ وامسح على ما سجل على كله، وهذا ليس له مدة، ولا يشترط أن يلبس على طهارة، ويجوز في الحدث الأصغر والجنابة، لأن هذا يسميه العلماء إيش جبيرة. فهذا لا يدخل في مسح الخفين. بس المكان مشوف، ها؟ الجهة مشوفة، بس تغسل.